الغزالي، وحنتكلم فيها عن المرحلة الأولى والثانية والثالثة. المرحلة الأولى كانت من الولادة سنة 450 إلى 465، وكانت في طوس وجرجان. ولد الإمام الغزالي في طوس سنة 450، وفي حوالي سنة 465 درس على الشيخ أحمد الرذكاني في طوس، ثم ذهب إلى جرجان ودرس على الشيخ الإسماعيلي. المرحلة الثانية وهي السنوات الأولى من سنة 65 و400 إلى سنة 78 و400، ففي حوالي سنة 470 عاد إلى طوس وبقي فيها نحو من 3 سنوات، وفي حوالي سنة 73 و400 ذهب إلى نيسابور ودرس على أبي المعالي الجويني والإمام الفارمذي. وفي 25 ربيع الثاني من سنة 78 و400 توفي إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. طبعا واحنا بنتكلم الآن، هذه الخريطة اللي ناقشناها قبل ممكن تساعدنا في فهم تحركات الإمام الغزالي. المرحلة الثالثة وهي الفترة الأولى من تعليم الناس أو من التعليم العام، وكانت من سنة 78 و400 إلى سنة 88 و400. فبعد وفاة الإمام الجويني في سنة 78 للهجرة ذهب إلى المعسكر بجوار نيسابور قاصدا نظام الملك. وفي جمادة الأولى من سنة 84، إذا من سنة 78 إلى سنة 84 كان في نيسابور، ثم في سنة 84 أرسل إلى بغداد مدرسا بتكليف من نظام الملك. الفترة هذه كلها حيكون الإمام الغزالي في بغداد اللي هي عاصمة الخلافة الإسلامية. من سنة 84 إلى 88 هذه السنوات هي فترة تدريس الإمام الغزالي. طبعا هنا أصبح رجل مشهور جدا يعرفه القاصي والداني. في بعد ما جاء بقليل في العاشر من رمضان سنة 85 و400 قتل نظام الملك على يد شاب من الباطنية. طبعا هنتكلم ممكن بعدين عن فرقة الباطنية أو الإسماعيلية. طبعا مذهب أهل السنة والجماعة أن هذه الجماعة جماعة فاسدة ومنحرفة إلى آخره، لكن هناك بعض المؤرخين طبعا ممكن اللي يحبوا هذه الجماعة أو اللي يعتقدوا نفسهم محايدين سوف يذكرون لنا جانب آخر أو رواية أخرى لهذه الأحداث. مثلا في كتاب تاريخ الإسماعيلية لعارف تامر وهو من 4 مجلدات نجد فيه مثلا أن الحسن بن الصباح وهو أحد يعني كبار المجرمين بين قوسين عند أهل السنة الذي عمل العمايل في الأحداث الإرهابية الدامية، نجد في هذا الكتاب أنه يعتبر الحسن بن الصباح بطل، ونجد أن نظام الملك مثلا إنسان سيء وإلى آخره. فكما ذكرنا سابقا أن الأحداث تروى، لكن تحليل هذه الأحداث وتناولها من أي زاوية يختلف في كثير من الأحيان حسب هوانا المذهبي أو الطائفي أو إلى غيره. فإذا في العاشر من رمضان سنة 85 و400 قتل نظام الملك على يد شاب من الباطنية. طبعا ليش قتل؟ الكتاب هذا مثلا يقول أنه نظام الملك كان يغار من الحسن بن صباح وبن الصباح، وبالتالي أرسل إليه أحد غلمانه فقتله، وفي ناس يقولوا لا أن هناك أسباب أخرى. لكن على كل حال في العاشر من رمضان سنة 85 قتل نظام الملك على يد شاب من الباطنية. في نفس السنة تقريبا بعد أيام بسيطة في 15 شوال مات ملك شاه، وفي سنة 86 و400 أو 87 أفتى الغزالي فتواه ليوسف بن تاشفين بحقه في عزل الأمراء العصاة.
في المحرم من السنة القادمة اللي هي سنة 487 شهد الإمام الغزالي الاحتفال ببيعة الخليفة المستظهر. وبعد شوية حنلاقي أنه الإمام بدأ يكتب كتابه المستظهري اللي هو فيه الرد على الباطنية أو الإسماعيلية التي كان لها دور سيء من وجهة نظر أهل السنة حينئذ. في رجب من سنة 488 بدأ الإمام الغزالي في هذه الأزمة الروحية التي استمرت معه 6 أشهر، أي حتى أوائل تقريبا سنة 89 و400. في ذي القعدة احنا قلنا بدأت الأزمة في رجب، فهو قاعد رجب وشعبان ورمضان وشوال، وفي القعدة ترك التدريس وخرج من بغداد مدعيا الحج، يقول للناس أو يقول للخليفة والأصحاب أني أنا أبغى أروح الحج، لكنه في الحقيقة سافر إلى الشام. طبعا هنا الدكتور عبد الرحمن بدوي يقول أنه في ذي الحجة سنة 88 خرج الإمام الغزالي للحج واستناب أخاه أحمد شقيقه يعني في التدريس في المدرسة النظامية في بغداد. هذا على قول من يقول بأن الحج كان قبل الرحيل إلى دمشق، ولكن الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال ينص صراحة على أنه رحل إلى دمشق ثم إلى بيت المقدس والخليل ثم ذهب إلى مكة والمدينة. نتكلم عن المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة هذه تقريبا كانت من سنة 488 إلى سنة 499، لكن الإمام الغزالي تنقل فيها بين كل هذه المدن من دمشق إلى القدس إلى مكة إلى المدينة إلى بغداد إلى طوس إلى نيسابور. في عام من سنة 88 إلى سنة 90 تنقل بين دمشق والقدس ومكة والمدينة. في عام 89 لو أخذناها بشوية بالتفصيل، في سنة 89 قدم دمشق وأقام بها مدة قصيرة ورحل من دمشق إلى بيت المقدس، وهنا ألف كتابه الرسالة القدسية في قواعد العقائد وجعلها قسما من ربع العبادات في كتاب إحياء علوم الدين، وقد كتبها لأهل بيت المقدس، ومن هنا جاء اسمها الرسالة القدسية. ومن القدس توجه إلى الخليل لزيارة مقام إبراهيم. وهنا طبعا في رواية أن الإمام الغزالي ذهب إلى مصر، لكن يعني دكتور عبد الرحمن بدوي وعبد الكريم العثمان يميلان إلى أن الإمام الغزالي لم يذهب إلى مصر. آخر سنة 89 و400 عاد من القدس والخليل إلى دمشق، ويقول الدكتور عبد الرحمن بدوي أنه اعتكف بالمنارة الغربية طول النهار يغلق بابها على نفسه، واستمر في دمشق حتى ذي القعدة سنة 490، وصحب في دمشق الفقيه نصر بن إبراهيم وأتم كتابة إحياء علوم الدين، هذه الموسوعة الكبيرة التي سوف نتحدث عنها لاحقا إن شاء الله. في ذي الحجة أو ذي القعدة سنة 89 تقريبا تحركت فيه داعية الحج، فسافر إلى الحجاز مكة والمدينة، وفي سنة 90 عاد إلى بغداد وبقي فيها مدة يسيرة يدرس فيها كتاب إحياء علوم الدين في رباط أبي سعد. وفي الشهور الخمسة منها مر ببغداد في طريقه إلى خراسان، وهنا اجتمع أو التقى بأبو بكر ابن العربي الإمام السني المعروف في جماد الآخرة، وسارت القصة المشهورة التي قد نذكرها إن شاء الله لاحقا، ونزل في رباط أبي سعيد النيسابوري المواجه لنظامية بغداد، ولكنه لم يستأنف التدريس في النظامية ولم يقم طويلا في بغداد، بل مضى منها إلى خراسان. درس الإمام الغزالي مدة في مدينة طوس كما ذكرنا، ثم ترك التدريس والمناظرة واشتغل بالعبادة وآثر العزلة وتصفية القلب للذكر، ودام على هذه العزلة الذاتية قرابة 9 سنوات. في هذه السنوات التسع طبعا حدثت العديد من الأحداث السياسية، وبدأوا الباطنية أو الإسماعيلية ينشطون بشكل فظيع، أدى ذلك إلى اغتيال كثير من الناس وإثارة القلاقل والفتن في العالم،
الإسلامي وانشغل الملك بالحرب ضدهم. في نهاية السنة التاسعة أي في ذي القعدة سنة 99 و400 عاد الإمام الغزالي إلى التدريس في نظامية نيسابور. نتحدث عن المرحلتين الخامسة والسادسة من سيرة الإمام الغزالي. المرحلة الخامسة وكانت في نيسابور، وهي فترة رقم 2 من التعليم، كانت من سنة 99 و400 إلى سنة 503. ففي ذي القعدة سنة 499 استمر في التدريس في نظامية نيسابور إلى سنة 503، ثم ترك التدريس وعاد إلى طوس. هذا رأي عبد الكريم العثمان. أما الدكتور عبد الرحمن بدوي فيقول: ولم يحدد أي مصدر إلى متى استمر الغزالي في التدريس بنظامية نيسابور، ونحن نعلم أن فخر الملك قد قتله أحد الباطنية في يوم 10 من محرم سنة 500، فلعل الغزالي فكر بعد وفاته في ترك التدريس بنظامية نيسابور. هذا كلام الدكتور عبد الرحمن بدوي. المرحلة السادسة والأخيرة، وهي السنوات الأخيرة، وكانت من سنة 503 إلى 505، حيث عاد الإمام إلى بيته في طوس، واتخذ في جواره مدرسة للطلبة وخانقاه للصوفية، ووزع وقته على وظائف الحاضرين من ختم للقرآن ومجالسة لأهل القلوب. وفي يوم الاثنين 14 جماد الآخر الموافق 18 ديسمبر سنة 1111 للميلاد، توفي أبو حامد الغزالي بطوس، ودفن بظاهر قصبة الطبران، ولم يعقب إلا البنات. وبهذه الحلقة نختم هذه السيرة المختصرة عن الإمام الغزالي.